لبنان، مع تحيات ألان زغيب، باسمة أبو سرحال، والمخرج جورج العلية. العناوين: اجتماع الرابع بين عون والحريري ورئاسة الجمهورية تتحدث عن تأمن في درس الملف الحكومي. بري يرى أن الحكومة قد طولت خلال أيام، وقاسم هاشم لصوت لبنان: موضوع المالية أصبح ثابتة وهو خارج النقاش. رقم قياسي جديد في إصابات الكورونا، 1850 حالة يومية. الجولة الثانية من مفاوضات الترسيم دخلت في العمق، واجتماع ثالث اليوم. الإصابات بالكورونا في العالم تصل إلى عتبة 45 مليونا. ألف وثمانمائة وخمسين إصابة، أليس رقما صادما؟ إنه الرقم الأعلى حتى الآن في الإصابات اليومية بالكورونا، ولكن لم يعد أحد يتكلم على أرقام صادمة ولا إجراءات فعلية تتخذ للحد من الانتشار. هل يريدوننا أن نموت على أبواب المستشفيات؟ هذا ما يكاد يحصل بالفعل، إذ إن أي مصاب في حاجة إلى دخول المستشفى يلقى صعوبة في إيجاد مكان له في العناية الفائقة، إضافة إلى نقص في الأدوية المخصصة لمعالجة هذا الوباء. في الملف الحكومي، أضاف بيان الرئاسة المقتضب الذي دأب القصر على إصداره كلمة تأنن إلى تعبير تحقيق تقدم في الملف الحكومي، وأتى ذلك بعد لقاء رابع انعقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتوحي كلمة تأنن بفرملة ما للتوقعات التي أشارت إلى قرب ولادة الحكومة، وأكد هذا الأمر بيان صادر عن مكتب الحريري ينفي فيه ما يتداول من أخبار عن التشكيلة الحكومية، ويشير بدوره إلى مناخات من التفاهم والإيجابية. ولكن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان مصرا أمس على أن الحكومة ستولد في خلال أيام قليلة، فيما قالت معلومات أخرى أن الحريري حمل معه إلى بعبد أمس مسودة تشكيلة حكومية. إذن زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قصر بعبدة عصر أمس في زيارة هي الرابعة في خلال أيام قليلة. وأفادت معلومات رسمية أن عون استكمل مع الحريري درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني. وبالتوازي، صدر بيان عن المكتب الإعلامي للحريري مفاده أن ما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول مسار تشكيل الحكومة غير دقيق. وقال البيان إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل، وهما ملتزمان عدم تسريب أو بث أي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور إلى خواتيمها. وأشار بيان الحريري إلى أن الأجواء الوحيدة والحقيقية هي أجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد رأى أن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية وتسير على النحو القائم حاليا، وأبدى بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم رأى ولادة قريبة للحكومة، وأكد لصوت لبنان أن كل الحقائب قابلة للنقاش خارج حقيبة المالية. الأجواء إيجابية ما زالت هي رغم بعض التأويلات ورغم بعض الإشارات، إلا أن الأجواء ما زالت على ما هي عليه، تسير في الاتجاه الصحيح وتوشي بإمكانية وصول تشكيل الحكومية خلال أيام لا تتعدى الأيام القليلة، إن لم يكن مع نهاية الأسبوع فالأسبوع الأول من الشهر القادم على أبعد تقدير، لأن الكل طبعا اليوم يعرف حجم الأخطار التي وصلنا إليها، ولأنه لم يعد هنالك من مجال للمماطلة ولإدارة الظهر للأزمة، وأصبح لزاما على الجميع العمل على الخطوات الإيجابية
للوصول إلى بداية مسار الإنقاذ الذي يتطلب جهود كل اللبنانيين في جميع مكوناتهم وفئاتهم، معارضة وموالاة، لأن عملية الإنقاذ هي مسؤولية وطنية وليست أحادية، تتطلب شراكة وطنية ومشاركة كل المكونات والقوى السياسية أكانت معارضة أو موالاة، لأن أمام طبعا واقع الانهيار وإنقاذ البلد لا يمكن لأحد أن يتهرب من مسؤوليته أيا كان موقعه ومكانته. نعم، طيب بالنسبة إلى الحقائب، حسب المعلومات أنه المالية رح تروح للثنائي الشيعي، هل عندك هذا الموضوع بالنسبة للصحة، هل الصحة كمان رح تروح للثنائي الشيعي؟ موضوع المالية الذي أصبح ثابتا وهو خارج النقاش والبحث اليومي، أن هنالك تفاهم على هذه الحقيبة منذ البداية لعلاقتها بالشراكة بالقرار التنفيذي وبالتوازن السياسي والوطني الأكثر والأقل، عدا ذلك قابل للنقاش، وهنالك نقاش يدور اليوم من خلال الاتصالات التي يقوم بها الرئيس المكلف مع فخامة رئيس الجمهورية ومع كل القوى سواء عبر كل القنوات للوصول إلى تفاهم حول كيفية وضع تصور نهائي للحكومة. وموضوع المداورة هو من نقاط البحث الأساسية التي ينطلق منها هذا النقاش، وطبعا ليس هنالك من حقيبة ثابتة لأي مكان، وقد تكون مداورة شاملة خارج المالية طبعا. هل فعلا الحريري يلقى دعم من واشنطن كما نقلت إحدى الصحف عن ديفيد هيل؟ طبعا من الممكن، هذه ليست المرة الأولى، هذه إشارة للمرة الثانية من ديفيد هيل أو من غيره من بعض المسؤولين الأمريكيين والمواقع الدولية حول دعمهم لرئيس الحريري. طبعا هذه إشارات إيجابية بكل الأحوال، ولا ننسى أن تكليف الرئيس الحريري يستند إلى المبادرة الفرنسية بالأساس، هو متمسك بها، وبرنامج عمل حكومته ينطلق من المبادرة الفرنسية ونقاطها، وعلى هذا الأساس طبعا لو لم يكن هنالك إشارات إيجابية دولية لا أعتقد أن الرئيس الحريري قد أقدم على مثل هذه الخطوة بالعودة إلى تكليف. كتلة الوفاء للمقاومة رأت أن التحدي الراهن يكمن في نجاح رئيس الحكومة المكلف في إنجاز تشكيل الحكومة المؤهلة فعلا للقيام بالإصلاحات بأسرع وقت ممكن. وحسب ما نقلت جريدة الأخبار عن زوار للعاصمة الأمريكية، أن وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل أكد دعم بلاده لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة وتفهمها للاتصالات السياسية التي يجريها في إطار التأليف. وقال هيل إن وزارته تعمل اليوم وفق سياسة المتابعة اللصيقة للملف اللبناني، لكن ليس هناك أحد آخر في الإدارة يهتم بما يجري في لبنان. ولكن هيل كان حازما حيال الملف المالي بقوله لا إطار للعمل خارج برنامج صندوق النقد الدولي. وسط هذه الأجواء غرد رئيس الكتائب سامي الجميل كاتبا عبر تويتر: على الرغم من كل التحديات التي يواجهها لبنان، كل هم المنظومة الحاكمة استعمال السفارات والقنصليات لتخويف اللبنانيين في الاغتراب والضغط عليهم عبر الاتصال بالمؤسسات التي يعملون فيها لردعهم عن التعبير عن غضبهم لما وصل إليه بلدهم. بعد الفاصل، 700 شكوى من متضرري انفجار المرفأ. الدولار الطالبي دخل حيز التنفيذ أم معلق؟ لماذا تتلكأ المصارف في التطبيق؟ وكيف ستحل أزمة من ليس لديهم حسابات؟ نقطع السطر يفتح الملف مع المحامي علي عباس وأمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج، ومداخلة للخبير الاقتصادي المصرفي الدكتور نسيب غبريل، الخميس بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوال ليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. يمكنكم طرح أسئلتكم عبر استخدام هاشتاج نقطع السطر من خلال عنوان صوت لبنان على تويتر @صوتلبنان. في موشات المساء اليوم الخميس،
ما المنتظر من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ وأي من الخطوط الأربعة المختلف حولها سيجري ترسيمه؟ وما انعكاس خفض مستوى التمثيل الأمريكي والأممي على مسارها؟ الجواب مع اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي. موشت المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. دولة لبنان الكبير، المئوية الأولى، صلابة وطن، جهالة حكام، نجاحات وإخفاقات، ولاءات وخيانات، انتماءات واحتلالات. لبنان الكبير من الاثنين إلى الجمعة بعد نشرة 8:15 والإعادة بعد نشرة 5:15 عبر صوت لبنان. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1850 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة في الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 75845. ومعنا الآن رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور عاصم عراجي. صباح الخير دكتور. صباح النور إلي كل المستمعين الكرام، وبدك تسمحي لي أنه عايد كل اللبنانيين اليوم بعيد موعد النبوي الشريف، وإن شاء الله يكون العيد هذا عيد محبة وسلام، وترجع الأوضاع لطبيعتها، وترجع البشرية كمان للسلام والمحبة والوئام. نعم دكتور عراجي، يعني بالأمس كان أعلى رقم تسجل بلبنان 1850 إصابة، مع هالارتفاع أول سؤال، شو فائدة الإقفال الجزئي اللي عملناه؟ ومش لازم بقى نعمل إغلاق كامل ولو على فترة لتنزل الأعداد؟ هلا بالنسبة للإقفال الجزئي، يعني إذا بنلاحظ الأرقام، يعني نحن بدنا نطلع بلغة الأرقام، يعني أنا بشوف إنه ما عطى أي نتيجة الإقفال، يعني هاي الزونات اللي عم يعملوها ما عطت أي 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 إفادة حقيقة، بالعكس الإصابات ظلت مرتفعة وما في التزام، يعني من ناحيتين ما في التزام، يعني اللي ساكن بشارع بيروح على الشارع الثاني، فما في التزام، وبعدين الاصابات ما خفت بالعكس زادت ونسبه الوفيات كمان زادت. طيب شو الاجراء اللي لازم نعمله لكن؟ يعني انا اليوم مثلا امبارح كنت بسمع يعني بفرنسا اغلقوا شو اسمه ابتداء يمكن من بكره الجمعه حيسكروا حيعملوا اقفال شامل على جميع الاراضي الفرنسيه، مش اقفال عام تام، اقفال جزء سمحوا للمدارس بس. يعني في بعض المصالح اقفلوها، بالمانيا كمان حذرت ميركل من انه الموجه الثانيه حتبقى اعنف من الموجه الاولى. معظم الدول الاوروبيه يعني حتى باحدى المدن البلجيكيه كمان سمحوا للاطباء اللي انصابوا بكورونا وما عندهم عوارض انه يشتغلوا بالمستشفى اللي فيها كورونا بسبب نقص الاطباء اللي عندهم. يعني بتأيد حضرتك الاقفال الشامل بلبنان؟ انا مش يعني انا بتعرفي انت يعني الاقفال يعني اول مره التزمنا بشهر حتى يمكن اذار، بعض منها اي اقفال صار ما كان له اي قيمه لانه الناس ما كانت عم تلتزم. يعني بس هلا اول ما بس هلا صار أنا اصابات أنا كبيره. انا هلا مش يعني مش قصه الاقفال، انا اللي بدي اقوله انه اذا نحن التزمنا بالارشادات الوقائيه من كمامه من تباعد اجتماعي من منع التجمعات الاعراس الحفلات القصص هاي كليتها، يعني انا بتهيألي ممكن نستفيد كثير بتخفيف الاصابات. هلا قصد انه الوضع الاقتصادي ما بيحمل الاقفال لانه وضع الناس تعبانه اقتصاديا، هذا قال بس يلتزموا اذا ما بده يلتزموا اذا زادت الاصابات كثير، بس مش لازم الدوله تفرض الالتزام. بالطبع يعني هيدي شوفي مسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد كمان، يعني ما على شيء كمان في مسؤولية على الفرد كمان، ما بالآخر أنت حتروح آخر نهار على بيتك يلي هذا وبدك ممكن تأذي تنعدها وتأذي أهلك وعائلتك وولادك وبيك وأمك. دكتور عراجي اليوم بس أنا بدي أقوله بالنسبة للأقفال، أنا بالنسبة للأقفال نحن هلا تقريبا عدد الأسر نحن لازم نمشي بالتوازي، إنه كيف بالتوازي إنه نحاول نخفف الإصابات بالإرشادات الوقائية تطبيقها بشكل كتير حازم، وبنفس الوقت نرفع عدد الأسرة بأقسام العناية، لأن أقسام العناية معظم الأسرة أصبحت مشغولة، فعشان هيك وخاصة من هلأ بشهر 12 و12
هيدي بتبقى أشهر خطرة. يعني إذا بلشوا هلأ بأوروبا ياخذوا الإجراءات مشان شهر 11 و12، عشان هيك إحنا المفروض نمشي بالتوازي، تخفيف الإصابات وزيادة عدد الأسرة. طيب بس هلأ ما في العام. إيه تفضل. بالنسبة للإقفال العام، بالنسبة إذا هلأ نحن زادت الإصابات كتير الخطرة، وما عاد القطاع الصحي استوعبها، أو يعني هلا القطاع الصحي تقريبا على شفير الانهيار، خلينا نحكي بصراحة يعني. نعم. مش إصابات كتير بين الأطباء بين الممرضين وممرضات وهذا، وما في أسرة، إذا زادت أكثر ما المفروض ساعتها ناخذ قرار بالإقفال. نعم. طيب لأنه في ناس يعني عم يحكون أو يتصلوا فينا أنه عم بيروحوا على العناية الفائقة وما عم بيلاقوا مطرح، وصلنا صحيح. يعني لهالمرحلة. طيب هون شو دور المستشفيات الخاصة؟ في مستشفيات إضافية ممكن تفوت بعلاج الكورونا؟ يعني للأسف إنه معظم المستشفيات الخاصة استنكفت عن شو اسمه، يعني من أصل 130، هذا مش كلامي، كلام النقيب تبعهم، 130 مستشفى، في 20 مستشفى بتستقبل حالات كورونا، وهذا حقيقة شغله بوقت نحن بوباء. صح إلهم مستلزمات، إلهم حقوق مع الدولة، إلهم بدك إياه، أنا معهم بالقصة، بس إنه نحن بوقت لما نوصل المريض على الطوارئ وما لقى محل، أو ينتقل من مستشفى لمستشفى لمستشفى، وهو عم ينتقل عم يعدي ناس كمان، عرفتي كيف؟ نعم. والعدوى هلا مش مثل العدوى بالصيف، العدوى هلا في معها انفلونزا، في معها H1N1، ففي يعني اصابات خطره كتير، في ناس كتير عم تعالجوا بالبيوت، الناس صارت تاخذ اكسجين على البيوت، يعني عم ياخذوا هالجنريتر تبع الاكسجين على البيوت، عم يتعالجوا، في بعض الحكم اضطروا انه يعالجوا مرضاهم بالبيوت، مع العلم هن بين حاله متوسطه وحاله خطره، ففي بعض الحكم عم يتعالجوا هن نفسهم ببيوتهم، عرفتي كيف؟ يعني نحن وصلنا لمرحله ما يقولوا لنا انه مش مثل النموذج الايطالي، صرنا مثل النموذج الايطالي الاكثر، في ناس عم بيموتوا ببيوتهم، عرفتي كيف؟ شكرا. عشان هيك انا اللي عم بقوله انه اذا بل الوضع هيك مفروض ساعتها، مش مشان وضع اقتصادي ولا وضع شيء، ساعتها إذا ارتفعت الإصابات وارتفعت الوفيات، وأهم شيء الوفيات والإصابات الخطرة، ساعتها المفروض يصير في إقفال لتريح القطاع الصحي، لتريح، لأنه منهك القطاع الصحي منهك بشكل كتير كبير. أنا أدرى الناس وأنا بعدني عم مارس الطب لحد ما. أنا بدي أشكرك رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور عاصم عراجي. في ملف الأدوية، دهمت القوى الأمنية شقة في الروشة تستخدم لتخزين الأدوية قبل تهريبها، وضبطت كمية كبيرة من بينها أدوية لمعالجة السرطان، وأوقف الشخص الذي يعمل على تأمين الأدوية لتهريبها. عقدت أمس الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في الناقورة، وبدأت المفاوضات في العمق بعدما اقتصرت الجولة الأولى على الشكليات، وحمل الوفد اللبناني معه الخرائط والوثائق، ودام الاجتماع حوالي 3 ساعات، وتم تحديد موعد لجولة جديدة اليوم. جال وفد روسي في بيروت أمس متمنيا مشاركة لبنان في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، وناقش كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافارتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين المبادرة الروسية لعودة النازحين والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في سوريا. تقدمت نقابة محامي بيروت أمس بحوالي 700 شكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وتعد هذه الدفعة الأولى من إجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار. وقال مصدر قضائي لفرانس بريس إن لبنان تسلم تقرير المحققين الأمريكيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، ويستند تقرير الاف بي اي الى معلومات الأجهزة اللبنانية، بينما يقوم التقرير الفرنسي على نتائج لتحاليل مخبرية. وكان أهالي ضحايا تفجير المرفأ قد أكدوا رفضهم اعتبار الانفجار نتيجة إهمال. أخذنا وعود من رؤساء الثلاثة بالتوقيع على مشروع قانون مساواة شهدائنا بشهداء الجيش ليصرق وننطب أول جلسة لمجلس النواب وبمفعول رجعي، وهون نحن منطالب بالجلسة الاستثنائية، ونحن نتابع عن كثب نتائج التحقيقات ومسارها، وخاصة لجهة التوقيفات الهشة حتى الآن، والتي لم تطال أي من الرؤوس الكبيرة إلا بصفة شهود. وهنا يهمنا أن نلفت إلى أننا لن نسمح بأي حال من الأحوال ومهما كلف الأمر بأي تلكؤ أو مدارات لأي كان بهذا الملف مهما على شأنه، لأننا سنتحرك وبطريقة موجعة جدا هذه المرة.
صوت برلمان جمهورية تشيكيا لصالح قرار باعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا، حيث جاء في القرار أن الحزب يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويشكل تهديدا على الدول الديمقراطية أينما كانت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي خلال تفقده مناورات للجيش الإسرائيلي قال لقد طرأ في هذه المناورات تحسن هائل في قدرات الجيش الهجومية، ومن الجدير أنه سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل حزب الله والدولة اللبنانية. وحذر نتنياهو من أن من سيهاجم إسرائيل سيواجه قوة نيران وقبضة حديدية ستدمر كل عدو كما قال. نشر رئيس الجمهورية قانون تعزيز الضمانات الأساسية وحماية حقوق الدفاع، وعليه يمنع على الأجهزة الأمنية استجواب أي موقوف إلا بحضور محام، على أن تكون التحقيقات مسجلة بالصوت والصورة تحت طائلة إبطال التحقيقات الأولية وحبس القائم بالتحقيق إن لم يحترم الضمانات للموقوفين ولو كان أحد القضاة قضاة النيابة العامة. اعتبر المجلس التربوي في حزب الكتائب أن ما حصل في المباراة الطبية في الجامعة اللبنانية رسالة سلبية إلى المجتمع الأكاديمي في الداخل والخارج، وطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي ومحاسبة المقصرين أو المخالفين وتحديد الدوافع التي أدت إلى زيادة عدد الناجحين نسبة للعدد المحدد والمسموح به. وصونا لمناعة وسلامة القرار الأكاديمي، دعا المجلس التربوي إلى وقف تعطيل دور مجلس الجامعة، مطالبا بتعيين عمداء أصيلين كي تستقيم الأمور الأكاديمية والإدارية والمالية في جامعة كل الوطن. أكثر من 2,000,000 إصابة بكورونا سجلت على مستوى العالم في الأيام الماضية في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات حتى مساء أمس 1,017,000، في حين وصلت الإصابات في العالم إلى عتبة 45 مليون إصابة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن إغلاق البلاد اعتبارا من يوم غد الجمعة لمواجهة انتشار كورونا مستثنيا المدارس، وقال سنخفف إجراءات الإغلاق عندما يصل معدل الإصابات اليومي إلى 5,000 وسنعيد تقويمها بعد 15 يوما. وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5,595 إصابة جديدة و495 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 906,863 والوفيات إلى 90,309، فيما تخطى عدد الإصابات في الهند 8 ملايين. وهذا الصباح أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 125 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 من الجاري. أكدت الخارجية الأمريكية أن خطر فرض عقوبات أمريكية على تركيا بات حقيقيا جدا بسبب منظومة S-400 الروسية. أبدى وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان في اتصال هاتفي بينهما قلقهما إزاء استمرار القتال في منطقة كاراباخ، مؤكدين عدم وجود بديل للحل الدبلوماسي. نبقى الآن مع الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية بعد الظهر. كان في النشرة اجتماع الرابع بين عون والحريري ورئاسة الجمهورية تتحدث عن تأنن في درس الملف الحكومي. بري يرى أن الحكومة قد تولد خلال أيام، وقاسم هاشم لصوت لبنان موضوع المالية أصبح ثابتة وهو خارج النقاش. رقم قياسي جديد في إصابات الكورونا 1,850 حالة يومية. الجولة الثانية من مفاوضات الترسيم دخلت في العمق واجتماع ثالث اليوم. الإصابات بالكورونا في العالم تصل إلى عتبة 45 مليون. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.